اجيب لك تي شيرت من عند بابا؟ لا لا انا متعود انام كده. لو عايزين انام في اوضه ثانيه عادي. لا طبعا براحتك. علي انا متشكره قوي. ما قلتليش يعني موضوع انك لسه فيرجن ده. عادي يعني. وبعدين انت ما سالتنيش. انا بس ادائك العام في الدنيا يعني بيقول كده يعني خالص. ادائي العام في الدنيا؟ هو انت بقى بتحكم على الناس من ادائها ولبسها وكلامها؟ هو ده لبسي خلاص. وهو ده ادائي خلاص. وهو خلاص. ده انا خلاص في ايه تديني محاضره؟ انا عايز انام. وانت ليه اتضايقت لما قلت لك انك اول حد في حياتي؟ ما اتضايقتش انا، هتضايق ليه؟ امال ايه؟ وبعدين بقى في الليله اللي مش عايزه اللي تبتدي ولا تخلص دي. لا انا بقى عاوز اعرف انت اتضايقت ليه؟ ولا انت خايف لحسن اكون بدبسك واقول لك انك اول حد في حياتي واني بحبك واني مش عايزه اتطلق؟ مش ده انا اللي عندي العقد بعد كل ده؟ الموضوع مش كده خالص. امال ايه؟ انا عاوز افهم. يعني ده حوار يعني انا راجل اتجوزت قبل كده وعارف القصه كويس. مش بس مش قصدي حاجه والله. ايوه طيب يعني ده معناه انك المفروض تطمني وما تخوفنيش. انا اسف. ما تزعليش مني. يعني احنا كانت يعني تقريبا اتكلمنا في كل حاجه ودي حاجه كويسه. صح. ممكن ننام بقى؟ ماشي تصبح على خير. انت بقى. Thank you.